نعم، لا زالت الحرب الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، والقصف الجوي والمدفعي لم يتوقف خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل طارت على منزل في حي وسط مدينة غزة، الذي أدى إلى استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة أبنائها، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة، بالإضافة إلى استمرار القصف الجوي على المحافظة الوسطى، مخيم النصيرات والبريج، ووقوع عدد من الشهداء تم نقلهم إلى مستشفى دير البلح وسط القطاع. كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات جنوب القطاع بالتزامن مع استمرار العملية البرية الموسعة في مدينة رفح جنوب القطاع في مخيم جبل يار شمال القطاع. دعني أبدأ بآخر التطورات الميدانية في مخيم جباليا شمال القطاع، تقابل ألوية تابعة للجيش الإسرائيلي في المخيم وفي الأحياء المرافقة له، وما زالت الجيش تتوغل داخل المخيم وسط اشتباكات تدور بين الفصائل الفلسطينية وقت الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بنصف المنازل والمباني السكنية، الأمر الذي أدى إلى تدمير المئات من المنازل في مخيم جباليا وفي الأحياء المحيطة به، بحسب ما تحدثت مع مصادر إعلامية ما زالت في مخيم جباليا، ووقوع عدد من الشهداء والجرحى، ولكن طاقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى مخيم جباليا الذي تحصره قوات الجيش الإسرائيلي من كافة الاتجاهات وأحياء المرافقة المحيطة بهذا المخيم. تحاصر قوات الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، المستشفى الحكومي في شمال القطاع والذي خرج عن الخدمة بفعل استمرار الحصار لهذا المستشفى، ونقص الأدوية والوقود المشغل للمولدات الكهربية للمستشفى. إذا نحن نتحدث بأن شمال قطاع غزة الذي يتعرض لقصف جوي ومدفعي مكثف وعملية عسكرية موسعة أصبح بلا مرافق صحية في شمال قطاع غزة، والتي تشمل مدينة جباليا ومخيمها وأحيائها وبيت حنون وأحيائها، بالإضافة إلى بلدة بيت لاهيا وأحيائها. هذه المناطق في الشمال باتت بدون صحية نتيجة خروجها الخدمة. أما لو تحدثنا عن آخر التطورات الميدانية وفيما يتعلق بالعملية العسكرية البرية في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي رغم إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بضرورة وقف العملية فورا، إلا أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط هذا نعم عامر، عامر هل تسمعني؟ طيب على ما يبدو انقطع الاتصال مع عامر الفري، أشكرك جزيل الشكر على كل التفاصيل التي أفدتنا بها. كان معنا مراسل اليوم من دير البلح عامر الفري، شكرا جزيلا لك.